الحوار تحتاجه البلاد اليوم، والحوار هذا نجم نحقق به التوازن في البلاد اللي يمنع التخوفات من الحكم الاستبدادي الفردي. طارق تحليل تفضل. انا نرجع مره اخرى للهو بين القانون والمجرد والواقعي. الواقعي توا فيه هي هذايا، فيه خدمه على حوار حسب موازين القوى الحاليه اللي كنت تتواصل بالشكل هذايا، ينجم يهز في اتجاه استفتاء اللي يولي استفتاء مش كيف ما قال جوهر توا. كان جماعته ثلاثه كعبات، قداش جماعته معناتها جماعه الحمله التفسيريه كعبتين وكعبه، اما لا بالحق تصير مشاركه، اما مشاركه مش حول نقاش حقيقي حول النظام السياسي، ولا استفتاء مع قيس سعيد او ضد قيس سعيد. وقتها مش الشارع السياسي، مش تلقى مواطنين باش يمشيو يصوتوا على الاستشاره. هي على الاستشاره، نحكي على الاستشاره اللي هي فعلا هي باش تكون في شكل من الاشكال الاستفتاء غير تقليدي. وهنا المشكل هو هنا الدينية هو متواصل حتى في الفكره هذه. قيس سعيد البارح، وانا هذا اللي قلته اليوم دير. البارح في الكلمه اللي عملها بتاع 16 دقيقه قال حاجات اهم برشا من الديبال اللي تحكي عليه انت، اللي فيه المهم بالمعنى المهم لمصلحه البلاد، وفيه زاد الخطير. اللي قالوا البارح تري امبورتون ويهم في علاقه ب جوستومون الحاجات اللي كنت نحكي عليها من 2012 و13 واي كومبري حاجات كان يحكي عليها المرزوقي. نبدا من النقطه بتاع البذور والسياده الغذائيه. هذايا مثلا موضوع كبير. تجي تقول لي انا توا سياستي حتى في الحاله الاستثنائيه باش نركز على السياده الغذائيه ومساله البذور. اي با اي انا معاك. قول لها قبل وتوا هو يحب ينفذها فزي. اراضي الدوله. اي تفضل. تجي انت ضد هذايا. بدل الالوان. لا لا. طبعا جميل. الاراضي الدوليه. أنو نردوا فكرة شركات الحياة كما جاء بها قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني موجود القانون هو ديجا موجود جمنا شوية القانون الاقتصاد قانون التفعيل لحظة في بالوش لحظة يا جو الاقتصاد الاجتماعي يا جو هذا غلط اللي ما فماش بشوية اللي ما فماش واللي أنت ربما ما تعرفوش ما فماش قانون لتفعيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في علاقة بالأراضي الدولية وذاك علاش غازي الشواشي مثلا خدم وقت اللي كان وزير أملاك دولة على مشروع قانون هذا وخليه للحكومة وذكر به الحكومة داير هذيا اللي نورمالمون تعديه في امر رئاسي. هنا ها وين نجم نشدوا قيس سعيد في المسائل هذية. انت انت باش تكون ضد انه نعملوا جرد دقيق. تعرف حط هذا كله على جنب. تعرف البارح كل جمله نتاع جرد دقيق للهبات والقروض اللي جات لتونس هذيك انا سمعت اكثر ما حبيت نثبت. قال شي تدقيق خاطر لما ممكن قال تدقيق وقتها دخلنا في وضعية خطيرة مش لاني معاه لاني ضد بالرغم انا في الاساس من 2011 وانا نعاود يلزم اوديت لكل القروض وحتى توا لكن من ناحية الملاحظة يجيك واحد يقول لك تدقيق تعرف انت تدقيق ولا التدقيق هي الخطوة اللي تسبق تعليق سداد الديون وهذا موضوع خطير هذا وحده يلزموا ديبا في البلاد نورمالمون ما نعديوش ثلاثة أربعة ثلاثة أرباع البرنامج على اليوم وطنيين ومواطنين نتاع الفردي والدرشنية والنظام السياسي هذا هذه قضايا بتولي لك جزء من موازين القوى نفسها اللي بتهزك للاستفتاء اللي تحكي عليه هذه المسائل هذه هذه اللي عندها علاقة بالسياسة الفعلية وهنا طرح قضايا جدية نجيك للمسألة الأخرى اللي هي بخلاف مسألة اللي هي علاش أنا جبت حكاية الهبات والقروض اللي تلقى هبات في بالك في وزارة التعاون الدولي ما عندناش إلى حد الآن لوجيسيال جدي يتبع الهبات اللي تصرفت وأنا هي اللي قعدت وفات ديدلاين نتاعها ورجعت للمؤسسات التمويلية ما عندناش لوجيسيال إي إي لوجيسيال جدي يتبع أنا هي الهبات اللي قاعد تصرف وأنا هي الهبات اللي قعدت غاديكا في الرفوف وما تصرفتش على التوانسة كما الهبة اللي جات للنجل بودن وقت كانت في وزارة التعاون العالي مثلا لا مثلا قيد عليها يا سيدي مثال قيد عليها قيد عليها أما هات خلينا نطرحوه الموضوع هذا أطرح يا سيدي تنافس معاه في الموضوع هذايا تنافس معاه في موضوع التدقيق في الديون
وفي الهبات. جي النقطه الاخرى لهنا الخطر اللي ما طلبنا لهنا الخطر. ما سمعت حتى شيء انا في الموضوع هذا. كيفاش تسمع البارح؟ كيفاش تسمع البارح؟ طرح كيفاش تحبني نسمع كلام هولاني ما عنده حتى معنى الى حد الان؟ ما فماش دي كونكريت. الكلام البارح الكلام البارح الكلام البارح الكلام البارح حتى الروح حتى الروح وتحديات تشد معاه. قل ويش باش تعمل فيها الدوسيات هذه؟ الموضوع تو انا قاعد نسمع جست في علاقه بالخطوره في علاقه بالخطوره الموضوع نتاع القانون في علاقه بالمجلس الاعلى للقضاء. هنا خطوره طالت كلمه وتحطت في البيان. خلينا نكونوا واضحين، عندنا مفارقه صعيبه في تونس. القضاء خذ الاستقلاليه نتاعو لكن ما طهرش نفسه. ناخذ انا الجمعيه، بيان الجمعيه البارح ولا قلت البارح اكسترا اوردينار، حطنا في مفارقه واضحه. ندافعوا على الاستقلاليه، ما هاو اعطينا باللي بروف بين الجمعيه. كيفاش المجلس الاعلى للقضاء مرقد الدوسيات بتاع تدير القضاء؟ ايش نعمل وقتها؟ هنا يلزموا ديبا. اذا كان هو باش يدخل القضاء باش يطهر او يحافظ على الاستقلاليه ويقعد لنا الوضعيه بتاع القضاء كيف ما كان يسير كما سار من قبل. هذا ديبا جدي. جست حاجه برك نختم بها في علاقه بالمستقبل. قال لنا تو وليد الشوكه كيما عملت قبل. لا نحن راني في اليات جديده في هالمجتمعات وهالعصر هذايا. الشوكة حذرة جدا في تونس راه. الشوكة تقيس بالشارع. المعيار الأساسي في علاقة بقيس سعيد هو الشارع. الشارع. ولهنا أنا نجي لي بفايدة. اللي باش يحسب الأمور هذيا لا منصات ولا ولا الائتلافات اللي مع نهضة وتحب تواجه قيس سعيد. واللي باش يحسب الحاجات هذيا في علاقة بالشارع هو المسائل الاقتصادية والاجتماعية. كيفاش القانون المالية التشكيلية 2021 وكيفاش 2022؟ هنا الفعلية اللي علاقة بالسياسة. خلينا نعملوا نقاش حقيقي في علاقة بالسياسة لأنه عندنا 10 سنين ونحن في الهلاميات التجريدية القانونية. جاء الوقت الحديث جدي كما هو. واذا كانت تحب تحاسب حاسب في علاقه بالقضايا هذه كما هو لميات سياده الشعب اللي يتحدث على سياده الشعب اليوم يهز الشعب الانتخابات. تقول لنا متشنجين هذيك سياده الشعب. خمسه انا خمسه